بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أحبائنا الكرام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم بيكون عندنا الدرس 14 من سورة ياسين، عفوا تفسير سورة ياسين. خلنا نفتح اللي هو الشاشة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما قبل ما نبدأ أي كلام حتى تعلموا هذه الشغلة في حياتكم، كل ما تبدأون أي شيء بندرس أو آية قرآنية، ادعوا بدعاء النبي موسى عليه الصلاة والسلام واحفظوا هذا الدعاء. ليش أنا كل يوم جاي أذكر؟ حتى تقدرون تحفظون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، حتى الناس تفتهم. عرفت شلون كلام اللي قاعد أقول؟ وإذا أنا عندي صعوبة في كلامي، فيا الله سهل هاي الصعوبة حتى الناس تقدر تفهم كلامي. فهذه اللي هو دائما احفظوها، ومتى ما انتم حتى لو في جامعة في المحاضرة، مو شرط إلا محاضرة دينية، أي محاضرة أي نقاش أي موضوع أنت تريد تقنع الآخر، ادعو بدعاء النبي موسى عليه السلام اللي هاي موجود في القرآن الكريم. زين، أمس نحن وقفنا اللي هو ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. أمس ذكرنا احتمال واحد لهذه الآية اللي هو شنو؟ أنهم لا يرجعون راجع إلى منه؟ راجع إلى اللي هو الناس اللي أصحاب القرية، أنهم إليهم لا يرجعون، يعني هم ما يرجعون إلى الأمم القديمة، ما يشوفون يعني كيف الله سبحانه وتعالى أهلكم. وهذه ليش ما يرجعون؟ أنهم إليهم لا يرجعون، هذا للقوم ما يرجعون. طبعا هذا احتمال ضعيف، هذا احتمال ضعيف. الاحتمال الأقوى اللي هو بيكون الموضوع مال الآية، موضوع مال اليوم، اللي هو الرجوع. لا، هم ما يرجعون، اللي هلكوا ما يرجعون بعد. زين، شنو هدف من الله؟ طبعا أمس شنو قلنا؟ لا يرجعون، يعني ليش ما يرجعون يشوفون أحوال، يعني رجوع إلى رجوع أحوالهم بسبب طغيانهم الله سبحانه وتعالى أهلكم. لأن الضمير أنهم إلمن إليهم إلمن، أن الضمائر كلها هم لما تصير عندنا في القرآن الكريم هيجي وضعية الضمائر، تصير عندنا احتمالات متعددة. فقلنا أمس الاحتمال اللي ذكرنا أمس احتمال مو قوي، احتمال ضعيف، لكن موجود احتمال. زين، احتمال موجود أنهم ليش ما يرجعون ويشوفون كيف الله سبحانه وتعالى أهلك قبلهم؟ ليش ما يتعلمون منهم؟ ليش ما يشوفون؟ اليوم احنا نأخذ الاحتمال الأقوى، أنهم إليهم لا يرجعون. لا، الضمير أنهم يعني الأمم السابقة، إليهم أصحاب القرية لا يرجعون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وأيضا عندنا هاي إليهم، هل هم أصحاب القرية أم أهل مكة؟ فإذا هنا عندنا، خلني أنا أفصل حتى ما تدوخون كلام بهالطريقة ببساطة. هم أهل مكة ما يشوفون الأمم السابقة، مو براجعين إليهم، راحوا بعد، انتهى وقتهم وهلكوا ودمروا. بعد هم يبون يرجعون، مثل ما القرآن الكريم ايش يقول؟ يقول ان الناس، اكو ناس بعد الموت يقول يا الله ارجعوني ارجعوني رجعوني. لا 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 لا، ما في رجوع. انت بعد خلاص مت، طلعت من الدنيا، ما في رجوع. هذا هو الرجوع المقصود على حسب المفسرين، ان هذول الجماعة يريدون يرجعون للدنيا. زين، ما يقدرون يرجعون للدنيا، فماكو رجوع إلى الدنيا. بعد أنت لما رحت من هاي الدنيا وتندم، وليش أنا سويت هيجي وليش سويت هالسوالف، زين، حد يقول لك لا، يقول أرجعوني أرجعوني، يقول لك لا لا، ما في رجوع، أعطيناك فرصة، أعطيناك خانس،
بعد ما ترجع إلى الدنيا. هذيل أهل مكة أو أهل أنطاكيا ما يشوفون إن الجماعة اللي عذبناهم بعد يريدون يتراجعون عن ذنوبهم عن أخطائهم، يريدون الله يرجعهم إلى الدنيا، ما يرجعون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم؟ قبل من؟ قبل أهل مكة؟ ممكن. قبل أهل أنطاكيا؟ ممكن، هاي احتمالين وارد. فما يشوفون أهل أنطاكيا وما يشوفون أهل مكة أن في أمم نحن أهلكناهم، هم ندموا ورادوا الرجوع إلى الدنيا، ما يرجعون. فلا يصير عليكم وقت متأخر والله يعذبكم وبعدين تندمون هناك وبعدين ترجعون وما ترجعون. صار واضح؟ حلو، ننتقل للآية الثانية. زين ليش يعني شنو اليوم يعني موضوع هذا؟ إن الوقت فرصة، الوقت لما يروح ما يعود، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. عرفتوا شلون؟ يعني وقت الإنسان بعد ما يرجع، فحاول تنتهز الفرص، لا تضيع وقتكم. عرفتوا شلون؟ لا تضيع، ما نحن نتكلم عن المجرمين، حتى الحبابين الطيبين، لا تضيع وقت حبيبي. الوقت إذا يروح من عندك بعد ما يرجع، ما يرجع هذا الوقت. تقول يا الله يا ريت أنا مسوي هذا الشيء، يا ريت، مو أنت كان عندك فرصة، ليش ما انتبه؟ فإذا سألتكم ما هو الشيء الذي يذهب من عند الإنسان ولا يرجع، مو تقول لي ميت، قل لي الوقت. الوقت ما يرجع. الآيات كلها أيضا فيها إشارة إلى عدم رجوع الوقت. إذا راح من عندك الوقت ما يرجع، إذا راح وقتك ما يرجع، إذا طلع الإنسان من الدنيا ما يرجع، انتهى وقته. ولكل أمة أجل، انت أجلك انتهى بعد ما في رجوع إلى الدنيا، إلا إذا صارت معجز النبي عيسى عليه الصلاة والسلام، أو رجع مثل عقائد الشيعة أنه الناس ترجع لنصرة الإمام الصاحب الزمان عجل الله تعالى. هذه يعني من الأشياء اللي ممكن الإنسان يرجع، مثل ما أرجع النبي عيسى أموات، الإمام صاحب الزمان يرجع أموات أيضا لنصرته، اللي كانوا يتمنون يدعون من الله سبحانه وتعالى يريدون ينصرون الإمام. هذه نظرية موجودة عند الإمامية ولها أدلتها عندهم، هناك من يختلف أيضا في هذا الأمر. على كل، فالرجوع هم ما يرجعون، كل من يطلع من الدنيا ما يرجع، الوقت ينتهي، الوقت كالسيف قلنا، يعني إذا ما قطعت الوقت، الوقت يقطعك خلاص بعد ما ترجع. وأيضا أكو شاعر شنو قال؟ أكو شاعر قال دقات قلب المرء قائلة له، يعني دك 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 دك، هاي الساعة مالتنا، مو هاي الساعة تعمل تك 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 تك. الله معطينا ساعة بالقلب، ساعة بالصدر، هذا القلب مالنا ساعة، هاي البطارية إذا توقفت انتهى بعد كل شيء. زين، مو يشرجون البطارية يعطون كهرباء حق القلب، يعطوني إنعاش، بعض الأحيان ماين البطارية خايسة خربت كليا، ما في فايدة، ما تقدر تعمل تشارج للبطارية مال القلب. زين، فدقات قلب المرء قائلة له، هاي القلب ايش قاعد يقول لك؟ دق 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 دق، ترى حياتك دق 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 دق، حياتك تك 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 تك، يعني قاعدة تروح عنك حياتك، دير بالك، انتهز الفرصة. إن الحياة دقائق وثوان، حياتك كلها دقائق وثواني، مو بس ساعات، هاي الساعات هيك تمر. بالذات من علامات آخر الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم في مضامين الروايات اللي وردت عندنا من أهل البيت عليهم السلام، أن آخر الزمان السنة بتكون مثل الساعة شهر، والشهر بتكون مثل الأسبوع، والأسبوع بيكون مثل اليوم، واليوم بيكون مثل الساعة، والساعة بتكون مثل الثانية. شلون يروح الوقت ما تحس بي؟ هالأيام هاي مصيبتنا هذه، إن الوقت يقول الوقت داهمني، وقت هسه أنا قاعد أتكلم هنا وربع ساعة راحت، زين، وما بقي إلا شوية، هاي الوقت يروح يروح هيك يروح. فديروا بالكم، استغلوا الوقت
في أشياء تنفعكم وتقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. لا يذي هذا الوقت بالجيم، ما جيم. مو مشكلة لعب شوية جيم، شوف الطوبة، لعب شوية طوبة، بس مو يضيع، مو وقتك كله يروح بعد هذا الوقت اللي راح بالطوبة والجيمات، ما يرجع الأفلام، ما يرجع. أنا عارف شباب هو يقولون يا ريت ما كنا نطالع الأفلام، يا ريت كنا نستفيد من هذا الوقت اللي ضاع، يا ريت ويا ريت. ما في فايدة، شو الفايدة تقول يا ريت يا ريت يا ريت؟ هسه من الآن لا دي انتبه، أما ذاك ما يعود، لا يرجع هذاك الوقت، ما يرجع، اللي راح راح. واضح؟ فإذا يعني هاي الـ الوقت كالذهب، يعني الوقت وقت الإنسان ذهب. أنا هواي بعض الأحيان لما أمريكا علمتنا شغلات، لما كنت بأمريكا يعني الشباب يجون لي يقولون لي ترى ها شلون الشغل مالك، ما يقولون راتب شهري، هاي راتب شهري عنده بلدالنا، يعني راتب شهري مرتاح أنت وهذه. هناك لا، بالساعات، إيش كل ساعة مثلا أقل شيء كان ينطونه 8 دولارات، يعني حدود 80 كرونة أو قرابة هاي 80 كرونة ساعة. ساعة يعني شنو؟ يعني تشتغل 10 ساعات يعطونك 800 كرونة، زين؟ يعطونك 800 كرونة، يعني بالساعات تشتغل هناك في أمريكا ساعات أقل، أقل تحصل، مو راتب. حتى لو نمت على الترابيزة ونمت على المكتب مالك وهذه وما تشتغل السولف، لا، ساعة شنو اشتغلت؟ كل ساعة، كل ساعة مالتك ثمينة. أنا هاي تعلمت أقول حق الشباب اللي يضيعون وقتهم، حتى هنا في السويد يعني قالوا أنه شنو كل ساعة تقريبا 125 كرونر، هذا المعدل اللي ياخذ واحد 125 كرونر، يعني هاي الساعة اللي انت تباوع في فيلم أو تضيع وقتك أو تلعب جيمات، ألعاب ما ألعاب، إيش قد ساعات تخلي؟ إذا خليت 5 ساعة تباوع الطوبة وتباع، اضرب 5 في 125، اضرب 5 في 100، حدود من بين 500 كرونر إلى 600 كرونر أنت ضيعت. لا ما ضيع شيخ، أنا ما دفعت شيء، ما دفع شيء، بس وقتك في الغرب، في البلاد الغربية مثمون بثمن، أكو ثمن على وقتك. يعني بإمكانك تروح مكان تشتغل، هذا الشغل ينطوك عليه فلوس، هذا الوقت ينطوك عليه فلوس. هذا المقصود لما أقول لك ضيعت فلوس، ضيعت 500 كرونر، ضيعت 600، كل وقت مالك. عشان أنا أشوف بعض الناس اللي مو من حبايبنا العرب، أكو حبايبنا غير العرب، زين، هواي وقت عندهم مشكلة، ما يريدون يضيعون وقت. يقول هذا الوقت إذا ساعة وقت راح من عندي 100 كرونر طارت هيتشي، عرفت شلون؟ ونحن نضيع وقتنا بالجيم، ونضيع وقتنا بالشيبس، ونضيع وقتنا بالبرجرات ودونكنز وما أدري شنو وشغلات. هاي نحن مستهلكين مو منتجين. ما أتكلم عنكم أنتو، أنا أتكلم عن بصورة عامة، يعني المسلمين وخاصة العرب أكثرهم مستهلكين، ما منتجين، ما عندهم إنتاج، قليل إنتاج مالهم. بعدين يقولوا الغرب تقدموا علينا، وسوچنا نحن سر مستهلكين، وذيلاك صاروا منتجين، ذيلاك على الساعات يحسبون. أنا الآن أتكلم معك بالتليفون ساعة، هذه مكالمتي بالتليفون معك كلفتني حدود 125 كرونر بالفلوس، يحسبون بالوقت. حتى لو يلعبون يقول زين أنا أروح ألعب مع صديقي، أنا قاعد أدفع رسوم الملعب زائد رسوم وقتي، وقتي بعد لازم محسوب منه. فيا حبايبنا الكرام، الوقت مهم جدا، لا تضيعوا وقتكم، استغلوا وقتكم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما أقول لك لا تلعب جيم، جيب لك شباب مؤمنين، العب جيم مع أبوك وأمك، فرحهم، زين، هذا الجيم مالك يتحول ثواب. أبوك ما تحب تلعب وياه، مو أنت يعني كثير من الناس، أمك ما تحب تقعد وياه تلعب، لعبها. لا أمي ما تعرفني، ما تعرف تلعب، علمها مثل ما علمتك الصلاة والصوم، علمها الجيم، زين، وقعد وياه، بتفرح، بتفرح أن ولدي قاعد يمي، ابني، أبوك يفرح، ها ولدي قاعد يمي يلعب جيم وياي، حتى لو هزمته أبوك بيفرح، أبوك بيفرح. أنا أبو إذا ابني يقعد وياي يلعبني جيم،
أنا لما أنهزم أفرح. ليش؟ إن أنا فزت. سعادتي إن ابني قعد وياي، بنتي قعدت وياي، فأنتوا أبهاتكم مثلي يشعرون مثل شعوري، يحبون يشوفونكم قاعدين يم بعض وقاعدين كذا. هاي الوقت العائلي، هذا وقت أنت قاعد تدفع فلوسك، هذه 100 كرونر مال ساعتك، هذه تدفعها في سبيل الله. شفت السالفة وين؟ السالفة هاي 100 كرونر مالتك ما ضاعت. أنت رحت تشتغل ساعة في شغلك، جبت هاي 100 كرونر أعطيت حق الفقير، دفعت حق المسجد، سويت لك شيء خير، جبت حق أبوك أعطيت هدية. زين، هاي الساعة اللي قعدت 100 كرونر مالتك، كأنك أنت رحت شريت شغلة هدية ودفعت حق أبوك ودفعت حق أمك. شفتوا شلون الإسلام يعلمنا أن هذا الوقت الثمين كيف نحن يعني كأني أنا صرفت هذا المبلغ في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا صرفت هذا الوقت في سبيل الله، دعاء مستجير. هسا هذا الدعاء مستجير كم؟ 10 دقائق. هواي ناس ما سووا هذا الدعاء البارحة، أنتوا سويتوا الحمد لله ما شاء الله، أنتوا أبطال، بس أكو ناس ما سوت. هذا للناس اللي ما سووا وين كانوا؟ أكو ناس كانوا مشغولين عبادة، أكو ناس كانوا يسوون شغلات ثانية عبادة، أكو ناس كانوا يباعون طوبة وكانوا يباعون فيلم وكانوا يباعون شغلات. زين هذه الساعة، زين هذه وين راحت؟ دائما لما الشباب يحبون يدعوني أقول لهم هاي الساعات اللي بنقضيها إن شاء الله ويا بعض نقضيها في سبيل الله، حتى أنا الفلوس اللي قاعد أدفع من يعني القعدة مالتي، هاي فلوس اللي قاعد أدفع يكون فيها سبيل الله سبحانه وتعالى. فأنا ما أبالي بعد، زين ما أبالي، هاي القعدة مالتي وياكم هذه أنا وقتي فلوسي أحطها في سبيل الله، أنا مرتاح لما أسولف وياكم لأن كلها في سبيل الله. فشلون نحن نحول الوقت مالنا فيما يرضي الله، سواء للكسب أو سواء لإدخال السرور في قلب المؤمن، إدخال السرور في قلب الوالد الوالدة أبوك أمك، أي شيء تسوي في سبيل الله، هذا الوقت ما يسمونه وقت ضايع. صار واضح؟ خلنا نرجع للآية. فإذا هذا اللي راحوا وقتهم راح بعد ما يرجعون، ما تشوفون أنتوا فرصة لكم توبوا، ما تبتوا الآن، الموت يجي بعد الكوفيد ديتون، هذا كورونا فيروس على رأسنا. حديث يقول لك عجبت لمن يضحك وملك الموت وراه، يعني وأنا مستغرب وشلون واحد يضحك ويتونس والموت يلحقه. زين، فهذا الكوفيد نيتون الآن شكل ملك الموت جاي قدامنا، كل مكان نشوف موت 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 موت. هسه لازم ننتبه للوقت، الوقت هذا لازم نخلي في سبيل الله، بعد لو الكوفيد ياخذنا لا سمح الله فيكون نحن في سبيل الله، يعني وقتنا جاي ينصرف في سبيل الله. زين، لكن الله يقول صح هم ما يرجعون إلكم، لكن يرجعون إلى يوم القيامة. يعني أكو دورة، أكو إماتة وأكو إحياء. شلون الأشجار تموت في الشتاء أو تروح في طول كمون وتطلع الأوراق، نحن في بلاد الغرب نشوف في الشتاء والصيف، وفي الشتاء تروح الأشجار كلها كأنها ميتة، بعدين في الربيع تطلع تخضر. زين، وتظل إلى أن الخريف، والخريف بعدين تبدأ تموت وتحيا وتموت وتحيا وتموت. هاي حياة وموت موجود، حياتنا تنتهي بالموت وتبدأ حياتنا في الآخرة، فنحن أيضا مثل هذه الدورة. والله سبحانه وتعالى في الآيات جاي يذكر دورات. زين، الآن نشوف وإن كل لما جميع لدينا محضر. صح ما يرجعون دنيا، خلاص بعد وقت التوبة راح، لكن يوم القيامة يرجعون إلينا حق الحسابات، يكونون حاضرين. زين، والآن نبدأ الآيات. فالآن قلنا سورة ياسين بأصول الدين، الآن نحن اللي هو أصل التوحيد وآية النوم، هاي بيفيس الآن براهين الله جاي يعطي على وجود الله سبحانه وتعالى، على وجوده. ما يشوفون هاي، ما يشوفون هاي، منو اللي سوى هاي الشغلات؟ منو اللي نظم؟ منو اللي رتب؟ زين، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.
بعض المفسرين قالوا هذه الأرض الجامدة الصلبة نحن نقدر نطلع منها إنتاج برودخون برودكشن إنتاج نطلع زين. شلون هذا القلوب الميتة اللي سواهم علي ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أمثال أبو جهل وأبو لهب وأصحاب القرية كل هؤلاء يعني قلوب ميتة ما في فائدة، الأرض الميتة نحن نطلع. فالله جاي يقول مو صدفة، لا نحن عملنا بلانيرينج، نحن عملنا تخطيط، نحن عملنا نظام بيولوجي، نظام طبيعي، نظام فيزيائي، كيميائي، نظام رياضيات، ماتماتيك، هاي الأربع مواد اللي تدرس في التخصص العلمي، هذه نحن سوينا نظام زين. وش ما تشوفون شلون الأرض الميتة يطلع من الحياة، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، هاي الأكل اللي انتو تاكلون حبا في كنايات هواية، حب هذا الخبز اللي تاكلونه حب، شلون نحن ما ناكل حب؟ لا مو هاي الحب يطحنونه ويسوون لكم خبز، فآخرته هاي الحب انت تاكل حب بس بصورة خبز، وهاي أكل حب كل العالم تاكل، بدون حب ما تستقر. الهنود يأكلون شباتي هذا الخبز زين، عين جاي من القمح حب. العروب العرب يأكلون تمن حب وخبز، وإذا تيجي تقعد مع بعض اللبنانيين زين يعني أم خبز أم تمن شياب جماعتنا وين صارت هذه؟ عشان كذي هم عمالقة خبز وتمن ويا بعض زين. أكو جماعة من العراقيين شفناهم يأكلوا خبز التمن، يا جماعتنا شنو خبز التمن هاي أخذوا واحد من، لا ما يصير يعني هذا هم ما تزين يعني. فحب وكل الأفريقيين يأكلون هاي الذرة يسوون من الطحين ويأكلون. فشفت أنا بالعالم من شرق الأرض إلى غربها الناس الحب أكلة أساسية، سواء قمح أو شعير أو ذرة، هاي البقوليات اللي نحن نسميها باللغة العلمية، هذه البقوليات أو الحبوب هذه أكلة عامة كل الناس تعتمد على الحب، خبز تمن برود هذه كلها. فالله يقول أنتوا أكل مالكم كل يوم اللي تاكلون، ريوق مالكم خبز ظهر خبز أو تمن، وبالليل تمن أو خبز وتمن وخبز 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 كل العالم، هاي الحب مالكم. أنتم ما تشوفون من اللي يعطيكم هذا الحب؟ نحن نعطيكم هذا الحب. هذا الحب لما يروح وينزل مطر والشمس تسطع زين، حتى لو أنت ما زرع نحن نزرع لكم. أول من زرع هيك منهم آدم عليه الصلاة والسلام، وقبل ما آدم عليه الصلاة والسلام أكو ناس يقولون كانت موجودة، وآدم عليه السلام جاء وحصد هاي الأمور. على كل بغض النظر آدم زرع أو كانت مزروعة، الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، بس لو ما الله ما نحصل هاي الحبوب زين. الله بإمكانه يهلك الحرث ويجيب النار ويجيب يمنع المطر كذا، وما ما ماكو خبز ماكو شيء ماكو تمن ماكو، بس الله سبحانه وتعالى يقول أنا جاي أرزقكم يا أهل الأرض. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب زين. خلنا نعد هاي النعم، إذا سألتكم سؤال كم نعمة الله سبحانه وتعالى يجعل من الأرض قولوا لي. الحب حبا فمنه يأكلون، ما يشوفون هذا الكفار الحب اللي يأكل نحن أسبابها. وجعلنا فيها جنات من نخيل، نخيل يعني شنو؟ تمر. هذا التمر اكو شبابنا هالايام ما ادري انتم منهم ولا لا، يقول ما احب التمر ما احب التمر زين. انت تعرف ان احاديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمريا ونحن نحب التمر، الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يعني ائمتنا وشيعتنا تمريون، عيب عليك يا عيب الشوم إذا ما تحب التمر، شلون أنت شيعي 12 موالي محب لأهل البيت وما تحب التمر؟ فعود نفسك على حب التمر. بيني وبينك لما كنت صغير ما أحب التمر، بس من كثر ما سمعت الأحاديث
قمت أعشق التمر. هسه أنا أحب التمر هواية، بس ممكن صغير مثلكم يعني ما أدري شنو التمر يعني. زين الشوكولاتة أحلى لي من تمر. الله تمر مال رسول الله والشوكولاتة، وين تقيس السماء والأرض. على كل إن أنا ما أريد أطول عليكم هواية، خليتكم أنتوا صايمين وتمر وأكل، خلنا نعد. زين نخيل نعتبره تمر، زين وبي فوائد أخرى بعد ماكو عندي وقت عشان أدخل بالتفاصيل، بس خلنا نحن نعد ونخلص. وحتى إذا سألتكم كم أشياء الله سبحانه وتعالى يخرج من الأرض، عندنا واحد حب، زين نخل، أشجار النخيل، التمر دادلر، أعناب أشكال وألوان من الأعناب، يعني قول عنب ثلاثة، ما نكثر عليكم. كم أشياء الله سبحانه وتعالى يطلع من هذه، وفجرنا فيها من العيون، يعني ماي همات موجود، ماي من فوق وماي من تحت. أكو أشجار تحتاج إلى ماي مستمر، بلكي مطر ما نزل ولا شيء، فالله سبحانه وتعالى قال ما يخالف، أنا هم تحت الأرض هم أحط لكم ماي، ماي مخزون بحيث أنتوا تقدرون. فثلاث حبوب، ثلاث مواد غذائية الله سبحانه وتعالى يقول ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. ثمر شنو هذا؟ نحن بعدين ندخل بالتفاصيل، بس ظاهرا منخيل بثمر، ثمار اللي يتمر، أعناب أيضا بها تقدر تحولها زبيب وما شاكل ذلك، والزبيب هاي بعد مشهور، والعنب الناس تحب، وليأكلوا من ثمره زين وما عملته أيديهم. هم ثمار يأخذون طبيعي من الله، بعدين يخربطون يسوون لك تورطة مرطة شغلات، هذه أنا أحب هالشغلات على فكرة. فهذه يأخذون الحبوب، يأخذون الثمار، أو بعض الثمار يحتاج إلى طبخ مثل الحبوب، هذه الحبوب لازم إيدك تعمله، عارف شلون؟ أو هاي وما عملته أيديهم، لها عدة احتمالات، أنا بعد ما عندي وقت، بس نحن نأخذ ظاهر السياق إن الله أعطاني أشياء نحن نأكل بعضها مباشرة، وبعضها نحن نطبخها ونسويها وبها الطريقة. زين يعني هاي من أحد الاحتمالات، وإن شاء الله إذا صار مجال بعدين ندخل في بعض الاحتمالات الأخرى. إذن وصلنا إلى أو آخر الكلام، أنه اليوم الله سبحانه وتعالى جاي يوجه، أن الله سبحانه وتعالى جاء الوقت، بكرة نتكلم عنه أكثر. زين اليوم نحن الله سبحانه وتعالى جاب لنا أولم يروا كم أهلكنا قبلهم، إلى قال لنا آيات، هاي الآيات كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. إذن السؤال اللي هو عندنا اليوم، أنا نسيت السؤال الأول خلني أسألكم السؤال الثاني. زين قبل ما أسألكم السؤال الثاني، كم عدد من المأكولات الله سبحانه وتعالى ذكر في هاي الآيات؟ كم عدد المأكولات؟ بسيط جدا ذكرنا بالأخير، حظكم نسيت الفقرة الأولية اللي قلت تذكروا. المهم وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. We start now English. ابعثوا لي الجواب. لحظة.